إذا عندي المانيبيوليتد فيربس راح يكون الدروينج لهات والدروينج لهات، هاي هدول الاثنين. لاحظوا هدول مانيبيوليترز اكتويترز، ففي عندي اكتويتر، فمن البي ال سي راح يجيني فيربل هون وراح يجيني فيربل هون، لأنه هذا بروبورشنال ما راح يكون الاوتبوت من البي ال سي 1 و 0 مش هيك؟ ايش راح يكون؟ انالوج مش هيك؟ كيف انالوج بيجي؟ بتعرفوا شو الفورمات اللي بيجي فيه؟ من صفر لمتين. من صفر لقديش؟ من 0 ل 10. لا قصدي كفولتج بيجي من 0 ل 10 فولت او من 0 ل 5 فولت او بيجي بالملي امبير من 4 ل 20 ملي امبير. ففي ستاندرد، هذا ستاندرد اللي هو الانالوج، الانالوج سيجنال اللي هي بتكون انالوج اندستريال ستاندرد انالوج سيجنال، بتطلع من البي ال سي، ممكن تطلع 0 ل 10 فولت اذا بدي اعمل فولتج كنترول، او بتيجي على شكل كرنت، والكرنت بيكون من 4 ل 20 ملي امبير. فلما بتغير هذا من 4 ل 20 ملي امبير هذه الفالف بتغير البوزيشن تبعها ان بروبورشن للفاليو اللي موجود، لانه الفاليو اللي جاي انالوج مش ديجيتال كونتينوس ومش بس له تو قيمتين بس اون اوف. لو انه هذه اون اوف فالف ايش بيجيها؟ 1 و 0 مثلا 0 و 24 فولت او 0 و 10 فولت مثلا. اذا عندي المانيبيوليتد فيربلز راح يكونوا المانيبيوليتد فيربلز راح يكون اول واحد عندي هو الفلو تبع الديستلت، الديستلت فلو اللي طالع من البلانت، والثاني البوتمز فلو بي. هذا جواب على سؤالك انت سالت قبل شوي، اذا انا حسيت انه اكس دي مش مناسب بنزل الفلو، ما بسحبش، بنزل الكميه اللي بسحبها من هذا لحد ما احس انه اكس دي وصل للقيمه لهذا، وبعوض بدال اكس دي ايش بعمل؟ بعمل ريفلكس. اذا انا حاسس انه اكس دي مش مناسبه بعيده عن الايرور في اكس دي كبير، بخلي الفلويد هذا يضل يرجع من هون الريفلكس لحد ما يوصل عندي مرحله مناسبه ببدا بسحب منه، فبحقق المطلوب في اكس دي اللي مطلوب من هون اللي بسحبها. اذا عندي تنين، ايش في كمان اشياء بتحكم فيهم؟ عندي الكوندنسر هيت ديوتي بنسميها، هيت ديوتي راح نقيسها بجولز بير سكند او واتس، ونفس الشيء عندي هون الهيت ديوتي تبعت. اذا الهيت ديوتيز، الهيت ديوتي اكس دي تبعت الكوندنسر، والهيت ديوتي اكس بي تبعت البويلر الري بويلر، كيو دي تبعت البويلر وكيو دي تبعت الكوندنسر. طلع عندي شغله خامسه، ايش هي؟ الريفلكس، كمية الريفلكس اللي بعملها من هون، قديش بفتح هذا الفالف من هون؟ إذا خمسة ريفلكس ريت أو ماس فلو ريت، احتمال هذه تكون كمان ماس فلو ريت R، فـ R ماس فلو ريت، D ماس فلو ريت، B ماس فلو ريت. هون عندي الهيت ديوتي واتس، والهيت ديوتي هون واتس، إذا هاي رح تكون ريفلكس ماس فلو ريت كابيتال ار، وهذول كمان راح يكونوا ماس فلو ريت بي. دكتور الريبويلر ما له